اليسار يوسع والتدسس العادات القمة النارية المواجهة نيجيريا والكاميرون الأوان بين الأسود ديربي ثنائي الارتكاب بوبي نجم أرسنال ثم تنادي وسط الميدان منتخب الكاميرون حراس المرمى لأندري أونانا فانا إنجاد جوي ومانجاك أويونغو كلينتون جير وإيكان التحكيم في بلاده يدير الليلة 2017 أدار الجزائر قرار السليم إيجالو هذا هو أفضل إيطالي كرة سريعة وإمكانية الركن الأخير من الجانب الكاميروني إخاب الكاميروني وكرة كاميرونية ودود وهذه كرة نيجيرية موزاس يحضر وإمكانية التسويق أيناء أحمد موسى رائعة يوصل الكرة الثانية ترجع كاميرونية أكثر جرينتا أكثر إصرار وإمكانية نيجيرية أحمد موسى أكبي كرة في نقطة الجزاء خطيرة منتخب في باقي المواعيد كرة واحد معتمدا على الكثافة في وسط الميدان كرة لباو كان اللي حاول المرور اللي كلينتون ما يعديش كليدورف مشاهدينا الكرام فاز باللقب الأول مع أياكس أمستردام 1995 في وسط الميدان إيتوبو وتغطية اللاعبين موزا سيمو أمامنا يحضر في وسط الميدان وإمكانية إيوبي نجم الأرسنال أين المراوغة على دكة الاحتياط تعدي كرة لموزا ويزيام يحاول بكرات قصيرة ياخذ هذه الكرة ممتازة وإمكانية الهروب لباسو جوغ ترجع له ولكن وين ذاك ينتظر احمد موسى ويهرب موسى والركنات وهذه كرة نيجيرية وامكانية التصويب التحضير ولكن بعيد عن المنتخب النيجيري كرة ارذلة الخطورة سيمون موسى سيمون بين الدفاع والهجوم لكن يرجع تغيير وجهة اللعب تماما ولكن اليقظة ونيجيريا ولا يحضر لأويونغو كلينتون يحاول المرور والكتورة خاصة شوبو موتينغ وكرة براد بتصويب رائع غلطة أندري أونانا وعطات الأسبقية النارية للكاتب النيجيرية أوتيون إيكاسيني هو اللي سجل إيكالو أكبر هداف في التصفيات يعطي أسر نذكره وأنه أكثر جرينتا للفوز بهذه المعمعة موزيس سيمون يحاول التسويب ونيجيريا متفوق في ثلاثة نهائيات من أصل أربعة وهذه كرة تجمع كاميرونية خطيرة وقوية يعدي باسو جوك دور التسويب من وكلينتون جي يدخل منطقة الجزاء وطيب وين شوبو الإيطالي شوبو موتين دي مالونغ كرة ممتازة لكلينتون أحمد موسى أيوة كلينتون جي عتينغ فاي كولينز كرة لباسو على المنتخب الكاميروني باسوكو وانجي واللاعب باوكين تحركاتهم لأن شاهدنا باوكين وموزيس يوزع وخطوط لمسة من باوكين لكلينتون جي جول منتخب يلتهمون النصر الكاميرونية والنيجيري من باوكان يتفوق على اينا يوغانت والجرينتا اللي معروف بها امكانية التصويب وهذه كرة وين يراوغ ويصاب كاميرون يقلب في وسط الميدان من مالونغ كوندي مالونغ اوبرات كنت كرة كليتون جي فيها جول كرة طويلة خطيرة هذا الفريق هو شفناه في التحول السريع دائما في استرجاع أمام دائما يتنقل خاصة الهدف الثالث يعني حط الكرة يعطيه على طبق يعطي الإيكالو هل تعمد أي بي لمصلحة نيجيريا بهدف ثالث للغاية عاصفة مباركة